يسعد صباحكم طلاب الصف الثاني. اليوم هو السبت، تاريخنا اليوم هو 12/12 لعام 2020. خلينا نفتح على كتاب اللغة العربية على صفحة 72 نكمل تدريبات الدرس. بلش بسؤال رقم 5. أصل الكلمة في السطر الأول بضدها في المعنى من السطر الثاني. ضد معناتها عكس، ضد معناتها الكلمة وعكسها. عندنا كلمة متعرجا، الساخنة، شفاء، غنية، مرض، مستقيما، فقيرة، الباردة، غريبة. عندنا كلمة متعرجا، ما معنى كلمة متعرجا؟ مستقيما، الساخنة عكسها الباردة، شفاء عكسها مرض، غنية عكسها فقيرة. هيك نكون حلينا الكلمة وضدها. سؤال 6، حلل الكلمات إلى مقاطع. عندنا كلمة معادن، شفاء، عظام، محافظة. هلا نحل تحليل الكلمات اللي هون. بدأنا سؤال 7، ركب من المقاطع كلمات واكتبها. مفاصل، منازل، مغاسل. سؤال 8، أعد ترتيب الكلمات لكون منها جملتين مفيدتين. معين، ذهبت، إلى حمامات عفاف. عندنا بلشينها بكلمة ذهبت. ذهبت هي فعل من ذهب وهي فعل ماضي، لنبلشها بجملة فعلية. عندنا بعد عندنا عفاف وهي اسم مؤنث، وسوف تبتدأ الجملة باسم، إذا رح تكون جملة اسمية. نحلهم يا مس ونبعثهم على الإديونيشن، ويعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد. ما بدي.